إذا رئيس وزراء إسرائيل يتحدث عن تقدم في مشروع إيران النووي. دعونا نلقي نظرة على أبرز ما وصلت إليه إيران على أرض الواقع فيما يخص برنامجها النووي. كشفت الوكالة الذرية نهاية الشهر الفائت عن آخر انتهاكات طهران لاتفاق، حيث أنها سرعت وتيرة تخصيب اليورانيوم ليقارب المستوى المطلوب لصنع الأسلحة النووية. طهران وحتى الآن تمكنت من تخصيب حوالي 10 كيلوغرامات من اليورانيوم عند مستوى نقاء نسبته 60%، كما أنتجت حوالي 200 جرام من معدن اليورانيوم بنسبة تخصيب 20%. المعدن يستخدم عادة في صناعة الأسلحة النووية، فبحسب الوكالة الذرية إن هذه الخطوة هي الثالثة من خطة تشمل 4 خطوات. الرابعة ستشمل إنتاج صفيحة وقود للمفاعل النووي. طهران كانت أنجزت هذه الخطوات عبر توظيف أجهزة طرد مركزي متقدمة، وخصوصا تلك من الجيل السادس في محطتين طنز وفوردو، بالإضافة إلى استخدام مجموعتين من أجهزة الطرد المركزي عوضا عن مجموعة واحدة فقط. وكانت إيران رفعت درجة نقاء تخصيب اليورانيوم في شهر أبريل الفائت ردا على تفجير موقع نطنز وانقطاع الكهرباء عنه، ما ألحق الضرر بالإنتاج في محطة التخصيب الرئيسية هناك.